الليلة الجماعة قالوا عندهم عيد الحب 14/2. عرفتها؟ تلقى كثير من الشباب تلقاه لابس ليو، البنات لابسة لها طرحة حمراء وجزم حمر، شرابات حمر، عرفتها؟ والكفر بتاع الموبايل قربته أحمر، ما فضل الله إلا تتعشى لها بدم بتاع جدادة، فهمت؟ كله أحمر في أحمر. وتلقى برضو كثير من الشباب هداهم الله بنفس الطريقة، يقول لك الليلة يوم عيد الحب، يوم الفالنتاين. انت عارف ده شنو؟ بيسألوا عنك يوم القيامة. ده واحد كافر نصراني كان بيعقد للجنود بالدس. لما مات الامبراطور الوثني والزولدق يعني خلاص الدولة بتاعتهم انتهت، قاموا عملوا له عيد في اليوم الكتلو فوقه، سموه عيد القديس فالنتاين. وداك ما جايب خبر وديك ما جايب خبر، يمشوا السقالة ويمشوا الكورنيش بتاع النيل ويمشوا يتكلموا الكلام الفارغ والباطل، وقايلين نفسهم أنجزوا حاجة. وده ذاته ما زمن بتاع حب وكانات ذات، والله يكلمك النصيح، أنا ما زول شاب زيك، عرفته؟ ده ما زمن يا أخ بلد ما فيها عيش وغاز وشغلة جايطة، انت تقعد دار انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعة خمنا لا انت يلقوك لا انا، اسي ده زمنه؟ ايش عرفته؟